رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولكتابك توحيدك ونكجرنا أنا فتح المجيدك باب قول الله تعالى إله سر يقولك سأيو باب يهيئ يري ألم ترى ما أركت رسولك الله إلى النبيين كلي حقوا يزعمون شيغانها أنهم أيغوا آمنوا إني رميين بما أنزل إليك وحي حقا بلسوا دجيي إني رميين أي زعمنا يا نشيغانا يا إيوانا أنزل وحي لسود جيا من قبلك أظهرت هذا إني هميينا ويشيغانا يا يريدون حتى ندون هي أن يتحاكموا إني أحكم تمام إلى الطاغوت طاغوت طاغوت إني أحكم تمام أي مركا الرباب قوانين إيه وحيا ركالة إيه وح الله لوحي شرع الله كالصوهاري إيه طاغوت إيه إبليس إيه الشيطان إيه رباب إني أحكم تمام باب كاسا مركا الله ذهد ليا آيادا أيو باب مركا إيهي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت محاكو حيجي وقد أمروا أن يكفروا به وحان لقري إني كفريا طاغوتك ويريد الشيطان الشيطان كنا وحودون يا أيوب لهم إن أقميه ضلالا بعيدا ومتان فوق حق كير هدي لو يره ذكا علي وحي أن سودجي إمارة أحكم تما رسولك أكالي أحكم تما رأيت المنافقين منافقين تيواب أركيسا أولي سدون عنك سدودا جيس شكرا جيسانايا إيسي حالة مقوني سابي يري إلهي هذه مصيبة أسيطه تاسو وحي قعمه ظهر مرسطيء إنت كدبن أي كوي ماذان أيه إلهي كتا رمايا بهاي إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أنه مدونين إلا ونك يتوفيق مويان أنه وحك الحالة دينو ماهي وحن رادينين أن أسعني وإن توفيق عن هلمه وإن الولاد يثواب هلمه صاحب أي ماذان وأي صاحب أهم بويري إلى سبحانه وتعالى وي حال الدودو سيدا مركان نقطة سي حال الدودو نقول إيسا حال دا هدي لجارو أرنت هدي لجارو سي أرنت دو نقول إيسا دو إلهي سبحانه وتعالى باب كاسا مركان لوغا هدلا يا آيادا أيو باب مركان ويهي آياداس أيبا مركا أتهي أو وحي لو لجيب إن صوره أي كسو دقين إأرنتي ذا مركا لطل مامايا هي وقوده إلهي قول كيس أويري سبحانه وتعالى وإذا قيل هدي لو يرهد لهم أيضا لا تفسدوا ومنافقين تيه هفس هذه منه هحلينين هدي لوضه لا تفسدوا في الأرض أرنبها حلينين حنينينا فسهادينينا فهدي لي رهدو قالوا وحييهن إنما نحن مصلحون ولوناجنيناي وركبي وناجنا ينبنه سيوحوها لينينا ساسي مركا ليهن بو إله ليه سبحانه وتعالى قالوا وحي أرميان إنما نحن مصلحون إلهي وكبيني أولر على إنهم هم المفسدون هو يوى مفسدين لكن ما أبا حالة إي حقيقة ليس مركا قرنين إي وقوله إلهي قول كيس أولر أي باب إيهي ولا تفسدوا هها لينينا أوها فسها بنينا في
في الأرض الرضا بعد إصلاحها وناجنتي ذكدي إصلاح تيدي مكي لتوسوي لهذاجي كدبها حمينينا أف أرلغ أي أغدى حنت إرو إصلاحي النجفة إلهي هري أي أرلغ أو إصلاحي سبحانه وتعالى هري أي أقرحي أو وناجيلي هحلين أبيغا هحلين أو هكحنين أو هكفسها ذين وقوله يا إلهي قول كيس أي باب إلهي أفحكم الجاهلية جاهل حكم كيسميي يبغي مطل بيان وحي راديا ما إلي جاهل أحكم تمانا وحي راديا يا محكم جاهل با أفحكم الجاهلية جاهل يحكم كي سمية يبغون طلب ينبو بهاي إلى سبحانه وتعالى ومن أحسن يا كذا ونقبدا من الله إلهي حقي حكما حق حكمك لقوم يوقنون قوم يقيننا هيا قوم كسايا او يقين سن او فهمايا حكمك الهي انو يهكن اقوى ناكسن ياك حكم في عام الى حجيز سبحانه وتعالى ومن احسن ياك غفي عنو كقوى ناكبضا ومن احسن من الله ومن احسن من الله الهي حجيز حكما حكم يا غفي عن لقوم يوقنون امرك يا انسان انا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وعيري لا يؤمن مرمين إيمان بمسترا أو كامل لغا مهل أحدكم متكين حتى يكون إلا أهاب هواه هوديس طبعا بالرعب الذي سيدو قيس أوطا وإن راعا لما جئت به وحي أن لئمي إلا قفك هركا أوغارو لما مسترا ملها إيمان بروحا ملها إيمان خربدا ملها أو إيمان كيسوا ناقص إلا وحو رسول كيمت وليمت هذي سأوطا أي مركا الرعب قال النووي وحي حديث صحيح حديثك هو حديث صحيح رويناه وأنكورني في كتاب الحجة بإسناد صحيح أصغو سنة صحيحة سنة صحيحة أصغو أهأي أصالي غوري سيقدرت الحديثك وحط المامي قفك إنو إيمان تنستر اللهين إنو إيمانك سبوشين إنو إيمانك سكامل أهين إلا المفسد سكر عضو وحي الرسول كل يمك صلى الله عليه وسلم وقال الشعبي وحو يركان بين رجل من ومن المنافقين منافقين تكمت أحيا بينك سوحا أها إيو رجل من ومن اليهود يهود مكة كمت خصومة ضد كدحيسي فقال اليهودي يهود الوعير نتحاكم أن أحكم تمر إلى محمد محمد حديثة محمد أن أحكم تمر عرف وحو أغا أو أقوم صلي أنه النبي محمد لا يأخذ إلى سنقاذنين الرشوة لالوش نبي محمد رشوة مقاطه حكمك أكرا سنايا إلهي با أمر بينك وذاك حكم بالحق عدالة حالبا سامرك وحي كانتي إنو سنبي محمد رشوة قاواني يهودي ويحو أغا حالبا سادرت الدوير مدام أتغينا وقال المنافق منافق وأورك قاله واكي أفك إنت إيمانك كشكتي دتك لتكر حدنا أورك إعراشة كمعب نتحاكمه وحن أحكم تمينا إلى اليهود يهود أحكم تمينا يهود الحقيسة من مجأي سنوات المامي دوما صدر روايرها قارئة الماميان منك سنؤتغينا بوجري معلمي وأغاشيني سأنهم أيوه يأخذون إلى قاطان الرشوة لالوش وحو أبيهي منك سنآدينا إلى يهود حقودة رشوي قاطان فاتفقا وحيكوا وافقين وعيسكوا أفقرتين أن يأتي إلي أبتغان كاهنا فانو وفي جهينة جهينة أبشي إن فانو أحقو بلك وحكو بكتغا أولي برير جهينة
أي كاتفاق إني أتغام فيتحاكم إليه لبدود حكي سي أحكم تمنك هنكي فنزلت مركاسا وحسودكتي ألم ترى ما أركتي إلى الذين كوبي حقودا يزعمون شيغان هيي آيات سا مركاسودكتي سبسو أخرمي أوكالبا آيات دي آن هبدا سو أخرمي ساسي مركا كتمن أو ساسي مركاسودكتي وهي وقيلة وحاكمي ليري نزلت ويدكتي آياتا نزلت وحي كسودكتي في رجلين ورنين اختصما دوري أمركا مرمي فقال أحدهما بتكبي حيري نترافع وحان أكر يولنينا أن أبن بغنينا دور دائما إلى النبي نبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر كي كلنا وحيري إلى كعب بن الأشرف أيام أبن بغنينا أن دور دائما أشر غنينا كي لباب مساسو مركيري ثم انتك بعد ترافع وحي أسو قرقاتين أو أي أسو بندكتين دودودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره أشيغي له عمر أحدهما لبدي من أمرنها يمدكوب أيا القصة قصوي وشيغي سيد بعين إيماشي الرغين إني تغاب إيماشي أي أحكم تنير الرغين كدبنا أي أصغ مركا إيمينين كلا عمر وقر يلي الله شيغي فذكر حسين له عمر با احدهما لبدي ذي متك مدعه القصه ابشيكي فقال عمر وحوكيه للذي كي لم يرضى انك امعن ظالم انك نقم برسول الله رسولك الله ان قد يد اللوجين ولا رفع حكم كنبيك ايوكيه اكذلك ساسميا ما سوى الشيغا يو انت اللي قيل النبي قال اتقينا وادي داتري ما يكعب من اشرف قال اتقينا ساسميا حالده اكذلك ساسميا قال نعم هابو دعي فضربه افتي بالسيف فلبو كل افتي فقتله وولد لي وانا مركا دلي ساسو مركا تلماميو حالده سو مركا شيغي كعب ابن أشرف وانين قد يطيق السؤال يا قدر مرك عليه سابرت إبا وحوك منتها بك وحقرت كي أقول يهنجا يود مركا كنبعها ساسان صميما وحالة داسان قفلنا قفك أن حكمك نري غرالي كل مقامين سابرت روح على الربابتك إن الآب أجد ذالان أي رب سبحانه وتعالى حسستان حكمك إلهينا أغالك النقضان كما ضرب بن وحيا لها كسر هري حكم نبع باب من بباب يهي جحد إنكر أمديدة شيئا من الأسماء مدعيالك الله كمبع إيا والصفات سفرينك الله إيه وقول الله تعالى إلهي قولك سأيري وهم يكفرون بالرحمن أيها الرحمن كاكو كفرين آية وهم يكفرون بالرحمن معناها باب من جحد أفكي إنكرا أدير أي باب إيه شيئا وحوغاء من الأسماء مدعيانك ألي إيه والصفات صفينك ألا مركاك مبقى يا سيفوينك إلهي مركا كمدعا كاسو مركا باكو يهي وإنك إلهي لا إنكرا إني ممنوعتهي سيفوينك إلهينا إلا إنكرا أي مركا ممنوعتهي وفي صحيح البخاري صحيح البخاري وحاكو جري قال علي علي إنو يري حدثوا الشيء أو أغورنا أما ربتك بما يعرفون وحينا يعني بدك أقلب إذا إنت في رسال أو كنت روشان وشي أي قابا كرت مربع إنك الشبع أتريد موحد دون إنسان أن يكذب الله إلهي إلا إلا بينيه إلا رسوله إلا إلهي إلا رسولك سبينيا ويد مركات الدين بدك أشياء وحيابها أي فهم كرام بدك ماشى جودة علمك اللي برهيو مستوهو ده إلا في ريو ويوناك سنتهي
dabaad ugu xeel dheer oo waxay ka hadlaan dadka meesha jooga oo quushooda waxay qaadan karto. Diinta lagama celinayo laakiin waa la kobcinayaa. Laa ilaaha ila allah 13 sano saxaabada na barahayay waa laa ilaaha ila allah. Kadib beetuu gacanha naga guulo iyo khamriyan la adin iyo xaalad noocaasa markaa timid waa markay laylisneen. Laakiin ayganba laa ilaaha ila allah aqoonin oo rabbi sida loo aabudo aysan kasin oo ilaahay iyo ayagaba shiriig ka dhexaynin si loogu bilaabo waxyaabo kale waa ma jirto. sidadarteed buu cali oran jiray dadka u sheega waxay garan karaan oy maskaxdoodu qaadan karto ma waxaad baran in ilaahay iyo rasuulkiisa la beeniyo oy markaa inkiraan. warawa cabdirasaaq wuxuu ka wariyey can macmar عن ابن الطاووس عن أبيه أنه ابن عباس أيا رأى وحو أركي رجلا من إن تقضى حمانا يو برارا يو كحمانا يو كأنفونا يا لما سمع مركو مغو حديثا حديث عن النبي نبي حديث كي نبي في الصفات صفوك كهدلايا محوصا أمقنا يا استنكارا لذلك إنكرتان أرنت وإنكرايو. فقال وحو يلي ما فرق هؤلاء كوان فرقوا بالنحويه أرنتوا لئي أجددوا بمحيتها يجدون هلهيا رقة رقائي على الجناء بمحكمه كتابك محكم كحديث مرك لقارو أو يهلكون عند متشابهه مرك لقارنا هلاك سمايا محا حالكو بيهي قرآن كن ميور آمينان سيد إلهي تلمام سبحانه وتعالى هو الذي أنزل إله والله قرك يكسو دجيي آيما أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتأويله وما يعلم تأويله إلا الله بدولة سبحانه وتعالى والراسخون في العلم العليين آمنا كل من عند ربنا وهم إلي متشابهة هي محكم كبا بمان التي سكع حالي أدى لغوها لك سما ماشا ماشا ببن باكوها لك سما سيدا درت إدى قرآنك محكم إي متشابه أوليهي وح الله لوحي متشابه إلى سبحانه وتعالى قعنبو ليهي رب سبحانه وتعالى ساسو أهادي عرشي جيسو ككوريا حرد بدن قوموع عسى مركة جفتور ضدك قبل كمد أهمركة مقلان ديدا يو إنكرايا ديدا يو مركة إنكرايا تنساسا لغوضا حالدا ساسا ليلة جيدا تنقعن لغموضا قوض با لغوضا تنساس لغموضا رحمة با لغوضا إلهي با تنمامي سبحانه وتعالى نبي سيدي نوسود جيو نوغو كياني وإن سيدة أقابط وسيدة أبعض وسيدة أرميس وسيدة أغب الدليل ليس كمثله الشيء مركا مثل كيسا وحدة مركا ما هو وحقوقك من ما مجره صنيع بصير وإلى سبحانه وتعالى ما قال كيما قالها قياسا إلى سبحانه وتعالى هو انتقانا بل يداه مقوس وحليه لرقع موقع مبسوطة كان أهل الثدي ينفق كيف يشاء رحمته قوته خلقه ساسا معنو دعا مركا من داء أركي من كاسوات أشمانايا حديث مركو مغلو وصفاتك كهرلايا سوات محيطه وإنكر سيهي ساهبه بوليه محا حالك وديه محيك كل الدولي من كون ومن الله لمرك محكم كلا أخرية أي راسو حكمك كهلايا رقي هلايا ويجرع سنانايا وأبدا لقلب مبيه متشابه مرك لقارسها ويهلكون عند متشابهه متشابه سمرك لقار إذا وحل الروابط كاغون وناسن سيدي أي كتاغين أو كالي إن مركا الله وشابه وإحنا أن لتأويلين أو إحنا ساسا اللي لجي رآن لديهم أو إحنا أن مركا لقد وديني إله سيد أمك إسو وصفي كتاب كيسا مركا الله وصفي سيد أو إسك أنفي لذا أنفي سيد أو حيابك لأطل مامي سيد أو حأطل مامي إن مركا إله موقات سبحانه وتعالى ولما قرتي
سمعت قريش قريش أي مكشي رسول الله رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم ويذكر حسايا الرحمن رحمن حسايا أنكر ذلك وكإنكرين ويكد إذن فأنزل الله إلى إباسودك فيهم بحدودة وهم يكفرون بالرحمن رحمن بكفرنا يا رحمن أي مركا كفرنا يا صلح ديبية قريش مركي لك القرآن يهشيسكي هذا ما صالح عليهم محمد والرسول الله مشركين تمعيدهم حتى أن أغنهي وأن ميسر رد العالم لهم ملك ظلم لهم لكن قر هذا ما صالح عليهم محمد بن عبد الله رحمه بإنكره إلهي بمركة معنى الحين إنكره رسولك إلهي بإنكره يعني. رسول الله بمركة ديبيه محمد عبد الله وأيا مقاماية كاسفر صحابة رسولك وحيد نطف رسولك الله كوان رسول نبغى إنكره أن لبدا قالنه لا بده رسولك ما يدافع ولكن اكتبوا كما يريدون سيدون ينقوا قرآن حكمة بأموقتي وحيبا لقوها جايي إلهي بأدوش فلس علوك إلى منا يي طلابك استوقابا ينا إلهي بأتي الماما سبحانه وتعالى وقرصي ربان بي مركي لقريب الله الرحمن الرحيم قرش محيي لهذين أما الرحمن رحمن كأجي جيسو فلا نعرف ما بنقام بعمل رحمن كأجي جيسو ما بكسي مرأ أهل الجاهل وحيقر الجرين باسمك اللهم ساقر بينهم ساقر أي إهل وهدي أدربته شيسك إنو سعظة وحاقرت باسمك اللهم لكن الرحمن كان مبا نقام قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى على داس إلهي وقت المام سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن رحمن السجود هدو الله به قالوا ومن الرحمن رحمن قوكم إليه أسجد لما تأمرنا وحرنا أولئس مسكين سجودنا وزادهم نفورا عربي وأزيا بسيره لكن ما هم العيال إلهي أسماء ذا الله صفاتك الله إلا إنكره أدي مركا وحنتهي وهم يكفرون بالرحمن بسودكتي مر على الله مركي صلى الله قري أول قري بسم الله الرحمن الرحيم وعيده الرحمن وحي لهذين رحمن لقري مايو ماذا نقام بالرحمن ك وحد قرطا باسمك اللهم قال الله وهم كفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو فاسمك إلهي تلمامي سبحانه وتعالى ومحك سسيد أيهين الله رميه باب الله تعالى يعرف نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون دعنا قبل الله بدرنا بس نشهد نجوك بالله توفيق والله